السلام عليكم. لا يدخل في حي جديد تم افتتاحه في الأشهر القليلة الماضية. ندخل في هذا الحي الجديد حركة المرور مازال ما راهيش مضبوطة. نحاول نمشي غير في المحاور الكبرى تاع المدينة بدون ما ندخل في الأحياء. وهنا الطريق مغلوق فيه أشغال لكن لا أحد يهتم. المفروض يديروا إشارة على أنه طريق مغلوق فوق، لكن للأسف لا أحد يهتم. هذا نعود نرجع هي المفروض هذه الطرقات المزدوجة ما تكونش ما لازمش تكون مغلقة، لازم تكون فيه حويلات مقسمة، لازمش تكون حويلة مغلقة. المفروض تكون فيه إمكانية باش الإنسان ما يبقاش في كما هكا. معنا طريق قوي كتير لكن مغلق. المشكل تاع الزبالة هنا ما تروح، المشكل تاع رفع الزبالة هذا والله مشكل كبير بسبب النقص، ضعف الميزانية، ضعف اليد العاملة. ما راهي الدولة لا تهدي أهمية يعني اللازمة لقضية النظافة تاع الأحياء، قضية السير، النفايات. هذه مشكلة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.